اعمل الساعة بدأ تمام. بس كده خلاص بدأ. السلام عليكم آسف ورحمة على الله وبركاته. التكلفة الكبيرة يعني. أنا محمد عبد الحفيظ عباس عبد الباقي، محاضر بجامعة الخرطوم كلية الزراعة قسم الهندسة الزراعية، ومبعوث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة إيجا أو إيجا في تركيا. يعني والله يعني الواحد يعني يحييكم كلكم، يعني ان شاء الله يا رب كده موفقين ومسددين الخطى ان شاء الله يا رب. لكن كونه كلمة رجعة وما رجعة، دي رجعة ما فيها دكتور مجتبى، دكتورة سلمى يعني او سماح، فما في ما في ما في رجعة، رجعة دي نهاية ما بنجيبها في راسنا. يعني زي ما قالوا الناس القديمين، قالوا حدا حادث السرى باسم الحبايب، فهز السكر وأعطى في الركائب، ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والمضارب، ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحايب. فنحن بعد كده مدينا الخطى وسالت من المدامع السحايب، فبعد كده ثاني رجعة ما في. يا إما زي ما بقول اتراك، يا دكتوراه الماكستيورم يا ذا اولدرميكستيورم، يا اما الموت يا اما الدكتوراه، رجعه ما في. فوالله يعني ما اعرف الواحد يبدا من وين، والله يعني طيب يبدا انا من وين. في نقطه ما عارف لو اتطرقت لها لحد ياسي ولا لا. لما مشيت انا احاول افهم ليه الناس زي ما رجعوا معاكم، عرفت ان والله المستشارين بتوع حمدوك وصلهم كلام ان والله يا اخي الناس المبعوثين دي عباره عن كيزان تمام راسوا المؤتمر الوطني في ايام التمكين، وبالتالي لما يخلصوا الدكتوراه هيجوا راجعين يتمكنوا لنا من البلد تاني. تمام فده الكلام الحايم، وحتى لو لاحظتوا انتوا قبل فتره في تويتر نزلنا حاجه، عملنا منشن للبرهان ولاتصال صغيرون، وعليه طوالي قام واحد قال يا اخي المبعوثين دول كلهم كيزان. تمام فيا تمام ريت يا على الاقل دكتور تضيئوا على النقطه دي. ليه؟ نعم لانه مهم جدا جدا. انتوا بتتخاطبوا بس الراي العام، بتخاطبوا الباحثين زيكم الطلاب، وبتخاطبوا نعم الاساتذه وغيره، يعرفوا الظلم الواقع عليكم، انه ظلمين، ظلم بتاع انك انت ما كوزبيس بغكب القصه دي، نعم وظلم بتاع انك انت قاعد مقطوع بره وما في زول شغال بيك. تمام. يلا انا في القصه دي، كان عملنا بتذكر في برنامج بتاع القضايا المبتعثين. المهم فكان اتكلمنا عن قصتين، والله يا اخي نحن هل مبتعثين مثلا كيزان ولا مبتعثين مين ممثلين لحزب ولا كده. فانا قمت قلت انه نحن قدمنا اول حاجه المباشر، يعني قدمنا تقديم مباشر، يعني اي طالب اي استاذ اي محاضر هناك داير الرابط بتاع زي ما قالوا التركي سكولرشيب انا برسله له. انا كنت بقدم الساعه 1 صباحا، ببدا بشتري 4 جيجا بايت من زين، بقدم الساعه 1 بالضبط، بصلي صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح بنوم، لما خلصت من الموبايل حقي لميت في الموبايل بعته يا مجتمع، يعني بعت الموبايل ذاته في السوق العربي، لأنه كان عندي زوجتي ده تضع طفلي الثاني، فكنا مشينا عملنا فحوصات في فضيل، يعني تقريبا كلفتنا زي 7500 جنيه سوداني، فلميت في الموبايل بعته. فسبحان الله عشان ادخل للايميل بتاعي مشيت كليه الاداب جامعه الخرطوم بحكم انهم زملاء وكده، فقلت لهم يا اخي شوفوا لنا الحاصل شنو. فقام قال لي والله ما في انترنت الا تشوف جامعه الجزيره. فاتصلت على بروفيسور احمد، قلت له يا بروف يا اخي كان جينا قبل كده 2018 تركيا في كان الانترناشونال كورس في الاورجانيك فارمينج في ازمير، فقمت قلت له يا دكتور يا اخي شوف لي اللي حاصل شنو. فسبحان الله عاين فيها يوم الاربعاء وانا في القضارف، قال لي يوم الخميس بكره عندك مقابله في المركز بتاع يونيسيمري في شارع الستين بتاع الملحقيه التركيه. ف ده كوز بايع موبايله قاعد خالف كراعه زي ما قالوا مستني، وما عنده اللي بيدخل به للايميل بتاعه، وجامعه الخرطوم النت ما فيها. ثاني انا بدرس في جامعه الخرطوم، انا كنت في السعوديه، نزلت تقريبا يوم 1/12/2012
يوم 2/12/2012 انا تعينت محاضر ومساعد تدريس في جامعة الخرطوم مباشرة، يعني جيت يوم واحد يوم 2 تعينت. انا بدرس لحد 2019، لا من طلعت يا دكتور مجتبى، يعني سامحوني على اللفظ، لكن يعني عندي شبشب او شبط والله ما اعرف هم يا دوفيو، مشتريه من عفراء والله لحد الان ب 650 جنيه، انا ما دفعت قروش لحد الان. رايك شنو؟ ده كوز ما عنده مدرس من 2012 ل 2019. والله طبعا يا دكتور محمد، احنا طبعا انا يعني احنا كلنا عارفين في معلومه بس بقول للناس المشاهدين اكثر، ما في كوز نعم بيوريك صورته، يعني الان احنا كلنا فاتحين الكاميرات واساتذه الطلبه ايوه كلنا عارفيننا ثانيا والطلبه اي واساتذه نعم زمايلنا في الجامعه عارفيننا، فاذا كان في واحد فينا زي ما بيقولوا في لبس فيه ما بيظهر في الشاشه، يعني ما بيقول لكم انا فلان الفلاني استاذ الجامعه الفلانيه المبتعث في الحته الفلانيه. والابتعاث بالمناسبه ابتعاث الدوله اللي مشيت ابتعثت فيها بمؤهلاتك، ما بتمشي تقول له انا الجهه الفلانيه ابتعثني، لا ايوه الابتعاث بمؤهلاتك، يعني كل الجامعات اللي بره السودان اذا تقديرك اقل من جيد جدا ما بتقبلك، واذا بعد انت في انترفيو يعني لازم تكون عندك متمكن من اللغه، متمكن. الابتعاث لو كان سهل جدا كان ابتعاث معظم السودانيين كانوا ابتعثون بره السودان. نعم ثاني يا دكتور الاولى في النقطه بتاعت كيزان دي، بس لانه اصلا نعم لا يليق انك توصم فئه كامله بالتعميم، ده تعميم يدل على جهاله شديده يعني، كويس؟ والله يا دكتور يعني انا ما مجتمع ممكن دقيقه بس ما ممكن اقول تمام الدكاتره كيزان او اقول المعلمين كيزان او اقول المزارعين كيزان او اقول، تمام ما بقدر اقول الكلام ده لا يستقيم اصلا تمام منطقا وعقلا. طيب تمام لو بنتكلم عن انه الناس دي لو ابتعثوا في ال 30 سنه اللي فاتت، من السودانيين دول كلهم كانوا عايشين في ال 30 سنه اللي فاتت وتفاعلوا مع النظام الفات ده بكل اطيافه، انتصار صغيرون ذاته تقلدت مناصب، وانتصار نعم صغيرون ذاته كان عندها بحوث مموله من قطر عديده، خليه من هنا، كان عندها بحوث مموله من قطر، ده معناته ان كوزا يعني ده معناته انه احنا قمنا نشيطنا، يعني الموضوع ابسط واحقر من انه نصل فيه المراحل دي. نعم الموضوع قضيه بتاعت ناس شغالين في مؤسسه حصل لهم ظروف زي ما كل الناس بتحصل فيها ظروف، وبياخدوا يده مع بعض. بعدين مهما نسرد من سرديات بتاعت انه والله ننقح الناس دي كيزان ولا ما كيزان ولا بتاع، ال 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 ده في حد ذاته ده دفاع في نعم اتهام ما حقيقي. يعني انا شخصيا ضد انه اقول والله يا اخي انا كنت كوز ولا ما كنت كوز ولا بتاع، ولا عنده حاجه يدعى فينا. نعم ولو داير تحرم الناس من حقوقهم لانهم كيزان خليك شجاع واطلع قول الكلام ده. نعم في يا دكتور مجتبى في حاجة ثانية، نعم ما قطع لي كلامك، في دكتور سماح كويس نعم اطلع قول الكلام ده. بعدين انا في من البدايه قلت والله يا اخي في مبتعثين تانيين من كل الجهات. نعم اشمعنى مبتعثين التعليم العالي كيزان باقي مبتعثين السودان ما كيزان؟ يعني ايوه هم ما عاشوا في ال 30 سنه اللي فاتت يعني. نعم بعدين في مبتعثين من المؤسسه العسكريه، هذا الكيزان ولا ما كيزان؟ الناس الواقفين في راس المجلس السيادي صورهم مع عمر البشير واقفين في ظهره اول امبارح قاعده، ما انت نحن ما ال 30 سنه دي انتهت ما جبنا ناس ثانيين، يا هو ناس السودان القاعدين ديل اللي اتعاملوا مع السودان مع كل اطياف الشعب السوداني، ده ما منطق والله العظيم، والله العظيم لو ده المبرر ولو ده المنطق اللي هم بيتعاملوا معانا، والله العظيم دي مأساة في حد ذاتها، دي ذاتها مأساة، ده العقلية دي ذاتها مأساة. والكلام ده لو قالوا زول في الشارع، لو قالوا زول ما عارف، لو قالوا مواطن ما من ضمن المنظومة نقعده ونشرح له، لكن لما يقولوا زول من ضمن المنظومة مشكلة. انت عارف ان الناس ديل تم ابتعاثهم بناء على قبولهم في جامعات تانية اللي هي اصلا لا بتعرف حزبك ولا بتعرف الكيزان ولا بتعرف المؤتمر الوطني، ليها شهاداتك واوراقك اللي رسلت عليها، والا ما في زول، ما في بروفيسور حيغامر بمشروعه البحثي عشان يدوه لزول بناء على الـ على الـ على التنظيم، يعني ما في الكلام ده، ما حقيقي. بعدين ال 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 ال
في دول خلينا نكون صريحين، في دول من الناس الدول المبعوثين لا الناس دي بتعمل فحص امني اصلا لو انت كوز ما بتجيها، لو انت اخوان مسلمين من الاخر، لو انت اخوان مسلمين ما بيقبلوك، خلي طالب ما بيقبلوك، ضيف ساي ما بيقبلوك، في مبعوثين قاعدين هناك في الدول دي. فكيف يبقى الزول ده بيجا كوز هسي؟ والله هو طبعا احنا نظريات المؤامره دي والنظريات الكثيره جدا، اذا زي ما انت قلت اول حاجه بتتكلم بالجمع ديل كلهم كده، فدي مشاكل كبيره جدا. والان يعني احنا يعني انا بقول بكلمه احنا الان يعني اساتذه الجامعين، وعندنا الطلبه بتاعتنا، وعندنا زمايلنا، ويعني كل الناس ديل. يعني انا والله انا يعني في من الحياه يعني زعلتني شديد، ف احنا في مشاكل في كل المشكله ما بتعرفين، بس كانت معلش المشكله داخليا للاساتذه، المرتبات الاساتذه، والمشكله في اساتذه الجامعات الخاصه والاهليه، والمشكله في المبتعثين، المشكله في الوزاره بحد ذاتها، يعني احنا بنتكلم سلاسل من المشاكل. يعني اتكاد انه الوزاره الوحيده الان يعني كلها مشاكل من كل السكتر بتاع كل المحاور الاساسيه، في البحث العلمي في مشاكل، في التعليم في مشاكل، في خدمه المجتمع في مشاكل. يعني الان يعني انا ما قادر يعني ابرر يعني لو كنا قدرت المبتعثين تتعلق بالدولار، هل تعلم ان المبتعث داخل السودان يتراوح الدكتور ب 1000 جنيه يتراوح الحافز بتاعه، والماجستير ب 500 جنيه على حسب شهاده استاذ عز الدين؟ هل تعلم انه دي مواصلات متكفيه؟ بس من بيتنا للخرطوم مشي ورجع في يوم واحد، انا كنت كيف من يعني نازل وعارفين يعني الاستحقاقات دي. يعني انا ما قادر اعبر، لكن في جهات اخرى ويعني كل الناس عارفيننا واحنا عارفيننا وهم عارفيننا واذا عارفه استحقاقهم في جوا السودان، موجودين جوا السودان بياخذوا بالدولار، تسيبنا من برا السودان، جوا السودان بياخذوا بالدولار. ده معلم، المعلم المفروض يكون راس السهم في الدوله. ف يعني ما عارف يعني احنا نقول غير غير احنا السلسله بتاعت مش الابتعاث بس، السلسله بتاعت تكوين المجتمع هي سلسله كامله. يعني فاحنا انا صراحه ما قادر اتكلم بحب الناس الوجع هم يتكلموا. ف يا استاذ احمد، النقطه بتاعت الاتهام دي انا خلي احنا نتجاوزها معلش. كده انا بس كده بس انا اضيف شويه في النقطه بتاعت الاتهام دي. ما هم ماخدين الموضوع، هم ماخدين الموضوع هو مشكله شخصيه. ما هم هسه يعني بيضربوا فينا على اساس انه الراي العام او الناس البر اللي شايفيننا من برا تقول ها دي الكيزان، وعشان ما يتعاطفوا معانا. فشو هو الاسلوب الرخيص اللي هم مستخدمينه على اساس انه بدل ما يمشوا يشوفوا شغلهم، لا نحن نتهم الناس دي وخلاص، وننتهي من وجع الراس، وننتهي من النقل اللي بيجيبوها لنا. وفي الموضوع ده اساسا هم فعلا حققوا الحاجه دي لما اطلقوا علينا ان احنا كيزان، بانه الناس ما اتعاطفت معانا الا الناس اللي هم حقيقي زملائنا وعارفين بالوضع الحاصل. طيب فلنفترض يا جماعه انه جزء مننا كيزان واخذ فرصه ما حقته، تمام؟ هل الحاجه الاولى، هل ده بيستدعي انه ما يدونا؟ يعني الموضوع ده سبق قضيه انسانيه، الموضوع ده ما له علاقه بانه انا توجهي السياسي شنو، الموضوع ده علاقه حاجه انسانيه، قضيه انسانيه، يعني انسان مقطوع برا من غير دعم مادي حيعيش من وين؟ حتقتلوه لانه هو كوز؟ هل دي التهمه الاولى؟ دي حاجه الاولى. هو وقع معاكم عقد، وقع عقد ما بين الوزاره وما بين الشخص ده وسافر، بعد ذاك ادوه المبلغ المادي، لما يجي يراجع بعد ذاك لما ينتهي فترته وبعد ما ينتهي العقد، حتى بعد ذاك تجد حاسبوه بانه هو كوز ولا شال فرصته دي ولا لا. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هل حتى لو نحن كيزان، منو المفترض يجي يراجع الملفات دي؟ منو ده شغلنا نحن؟ هل ده شغلنا انه نحن نراجع الملفات ونشوف منو الكوز ومنو الماكوز ومنو اللي شال فرصته واللي ما شاله؟
ليه؟ ما ده شغل الوزارة، هي تجيب إزالة التمكين ولا تجيب 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 وتجي تشتغل شغلها وتشوف منو اللي شال حقه ومنو اللي ما شافه، وبعد ذاك يدوا كله زول، يدوا كله ذي حق حقه. لكن ما هم ما شايفين شغلهم، ما شايفين الشغل، وبيتهموا باتهام رخيص زي ده عشان ينتهوا من القضية دي وما يشتغلوا في الموضوع ده. بالضبط كده. يعني انا شايف انه في احنا الموضوع الاتهام ده نتجاوز، لان يعني دكتوره سلمى افيت بالكلام. اذا عندهم يعني الجهات المفروض تتحقق، فهي ما يعني انت ما ممكن تتهم وتكون قاعد خلف الكواليس. احنا والله صراحه انا يعني شايف الموضوع ده اصلا يعني هو بس عباره عن طريقه بس عشان ما يقدر يعني يتجاوز عن شغلهم هذا اللي اشتغله. لعبه شيطانه رخيصه يعني. بالضبط كده، لعبه باحاسيس يعني والشعب السوداني يعني المجتمع. الدليل يا دكتور مجتمع حاجات كثيره جدا احنا ممكن نلاحظها. انت بتخاطب الوزاره بطريقه مؤسفيه، هي بتخاطب المجتمع بطريقه انه احنا اديناهم يعني استاذ سلمى ذكرت حاجه واضحه جدا، هي قالت احنا ما يعني اللي شايفينه ما حنديهم اكثر من كده. هي مدتكم اصلا يعني حتقول مد ما حديكم، فهي كانت بتخاطب العقول المجتمع. الله يا دكتور نحن بس نتجاوز غايته القصة دي. هو لو سمحت. تمام. ممكن ندي فرصة لعبد الرحيم وإذا بس نرجع لك. أتم القصة بتاعتي تمام تمها. يعني المهم على العموم هو ما معروف الواحد يتكلم وين ولا يبدأ وين يا دكتور مجتبى ولا الأخوان الزملاء دكتور عبد الرحيم هنا. فعلى العموم نحن ما حنقيف يعني سواء اتهمونا بأي حاجة اللي اتهموا يعني حتى ممكن دكتورة سلمى ذاتها الطيب يعني ممكن تعرف في البيست أكاديميك بيرفورمانس هي الأحسن أداء أكاديمي على مستوى الجامعة وكده. أنا أخذتها في أولى وثانية وثالثة ورابعة لا من سافرت وجيت حتى أنا دوني جوائز ولحد الآن ما دوني جوائز ده في الجامعة. أمسك دي واحدة ما نقعد نتكلم والله ما دي نتكلم عن نفسنا ولا غيره، ولكن في النهاية قروشنا دي نحن حشيل زي ما قالوا تراك شطر شطر حتة حتة دولار دولار. بعد كده دايرين لهم بريزنتيشن نحن جاهزين، دايرين لنا مش نقدم في التعليم العالي نحن جاهزين، هروب نحن أصلا ما نهربين، خوف ما نخايفين. الحمد لله انتهينا من الحج وعمرنا وشفنا سيدنا رسول الله مجينا له. أبشركم والله كان الزحزح بحد احنا ما نزحزح والله كده يا دكتور والله اقول لك بالدارجه شفت يا دكتورنا احنا بنتكلم ضغط يعني نذكر حقائق فما حنكون معادين لشخص لا وما حتكون شخص. اصل شوف اقول لك حاجه يا اخوي يا دكتور اي ما انا معاك لكن كده خلونا ما يعني نوجه. انا شوف اقول لك حاجه ان احنا ما بنعادي شخص. انا كنت باخذ 6000 دولار في السعوديه ما حعادي شخص تمام وجيت راجع السودان. فعلى العموم نحن في النهايه حاجتنا دي لازم تجينا لازم تصلنا للحاجه دي نوصلها لازم قضايانا دي تنحل. الدار يتهم يتهم، الدار يتكلم اللي يتكلم، الدار يخوض في الحاجه دي يخوض. نحن والله لا بنعادي زول ولا من ولا دي من شيمنا بالضبط يعني كده ولا شيمتنا يعني وغير كده احنا يعني ممكن الوزارات الثانيه دي لو عملت اي عمليه انا بعذرها، لكن دي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. هل احنا يعني نتخذ اي قرارات بدون اي بحث عن احنا والله يا دكتورنا هو احنا عارفين انه فعلا والله في ازمه في كده. انا قبل كده قلت والله يا اخي ما داري وزاره التعليم العالي تلتفت لنا ان شاء الله شهر شهرين ثلاثه يا اخي تلتفت علينا بعد مده. في وزاره الماليه مثلا محتاجه، البناء، الاقتصاد كلها محتاجه، والبلد داخله في زي ما قالوا انتقال وكذا. فيا اخي التفتوا علينا ان شاء الله بعد شهرين ثلاثة شهور اربع شهور، لكن اللفته اللي بتلتفتوها علينا دي يا دكتور مجتبى ثاني ما تحولنا لحاجه تب. ما نقبل جاي ولا نقبل جاي، يعني لفته شهر واحد تكفينا خمسة شهور، تكفينا ستة شهور، يعني لفته السنه في السنه التفتوا علينا مرتين كفونا. والله يا دكتور الموضوع بتاع المبتعثين ده انا شايفه وابسط من بسيط، دي رسوم بتاع الطلبه بس في جامعه واحده. والله احنا بس ندي شانس لدكتور عبد الرحيم. انا اقدر اقول حاجه يا دكتور اخر حاجه يعني لا بس ندي شانس لدكتور عبد الرحيم لانه دكتور عبد الرحمن عبد الرحمن وداع عبد الرحمن وداع لا 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 عشان الوقت والله نرجع عشان الوقت بس ما داير فرصه ثانيه. ده اختم بس
في 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 عبارة كده جميلة في في أبيات بتاع الشعر أنا دائما بقولها ما تأخذ دقيقة أصلا. فقال قال أيوة فقال أدرها سمام الكأس تردي بي الصبا وقل لي بأن الموت فقد الأحبة وعللني بعد الشعر بعد البين بالشعر والبكا وحسبك هذا الرسم سقمي ووحشتي وهبني حياة الذكريات ووجدها فما المرء إلا لوعة بعد صبوتي جمال الفتى في العيش وصل أحبة وحسن شباب بين نبل وهمة فإن فقد فالمرء آثار قابل وقربة حي وانتظار منية. نحن أسف في غربة الحي لكن كلنا منتظرين المنية. ويا دكتور الله يخ مشكورين يعني إن شاء الله يا رب يعني يديم الابتسام عليكم وتوفقوا وسدد خطاكم. نحن ما بنقول الله نقعد ندعي عليكم. المرحب كمان أخونا دكتور أحمد ضيين يعني مبروك الدكتورة وإن شاء الله يا رب عقبال بقية الزملاء وأخونا دكتور عبد الرحيم التجاري. أعرفوا حاجة بس يا دكتور أعرفوا حاجة واحدة بس يعني أنا في اللايف ده حنقوله العام المشكلة بتاعتكم هي ما قد بس نطلع لايف وانتهى الموضوع. نعم احنا ان شاء الله يعني بعد اللايف ده ايه هنعمل سلسلة كاملة لأن موضوعكم ده يعني ما موضوع فقط لليوم او بكرة لو ما تحل جذريا. نعم وغير كده انا واحد من الناس حسب يتمنى يبتعثوني للدكتوره برا السودان. في حاجه يا دكتوره انا اسالك في حاجه هل أيوة. هل حاليا بتاع شهر 3 دي العلاوه بتاع شهر 3 هل حتجي ولا ما حتجي 60 ولا 64% دي؟ الله سؤال صعب يا والله جد وبتكلموا لنا عن انه قسموا لنا على لك الوزاره يا دكتور السؤال نعم الحبيب السؤال ده مش جاوب لك الوزاره ما هنا السؤال صعب لي انا يعني مستحيل اجاوب لك والله يا دكتور مجتبى انت عارف ادوني رقم بروف سامي رسلت له رسلت له بروف ذهب ويشهد الله الرسائل بتتقري فل ما في زول بيقول لك صباح الخير بالتركي قنايد ما بقول عليه والله هو اكثر من كده احنا بس ندي جانس لدكتور عبد الرحمن كان الفرصه تفضل يا دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن سامحوني والله بخير يا وبالعكس يا جماعه عارفوا المنبر ده المنبر ده ثابت ان شاء الله حيكون يعني كل فتره يعني انا انسق معاكم الآلية بتاعت يكون كيف لحد الآن إحنا يتم في تنسيق بينه وبين لجنتكم الآلية تكون كيف لكن الفكرة الأساسية ما إحنا بس إنتوا برضو لازم تخاطبوا الجهات الأخرى مش السودانية كمان لا لا أيوة إحنا نتكلم يعني كده إحنا ندي فرصة للدكتور عبد الرحمن ومن تفضل يا دكتور تفضل يا دكتور السلام عليكم ورحمة الله سامحنا على الإطالة يا دكتور معكم عبد الرحمن وداع من ألمانيا بتاعت من جامعة الجزيرة أنا بس دار أعلق تعليقات بسيطة أنه أول حاجة المشكلة دي ما طرف واحد وطرف المشكلة دي شايف كل الأطراف مشاركة فيها سواء مبعوثين سواء أعضاء التدريس في جامعات سواء إدارة الجامعات أو وزارة التعليم العالي الجزء الأكبر طبعا للوزارة وللجامعات لو قلنا 100% 90% للوزارة وللجامعات المشكلة دي أنا شايفها في البداية إذا بغض النظر إذا صفينا النية وعملنا معها معاملة مباشرة قلنا في البداية سوء إداري أو سوء إدارة سوء الإدارة ده ما بياخذ زمن طويل عشان يتعالج المشكلة للأسف هي مش سوء إدارة المشكلة هي بتتحول لجريمة وفساد إداري كبير جدا لأنه أنا عندي مبتعثين أكثر من سنة ما أديتهم العلاوة اللي هي بتعيشهم وبيصرفوا منها على دراستهم معناها في أي وقت من الأوقات مبتعث ممكن يكون مبتعث 3 سنين 4 سنين بتعليه البي اتش دي وفضل 6 شهور حيرجع يقعد جنبي إذن أنا خسرت كم؟ خسرت خسارة دافع فن لزول مبتعث لمدة 3 سنين أو 4 سنين دي خسارة ضربة في يقول 100-200-300 مبتعث فدي عبارة عن فساد وجريمة قانونية واضحة جدا يعني دي المفروض الحكاية تكون واضحة جدا مشتركة فيها إدارة الجامعات ومشتركة فيها وزارة التعليم العالي إذا أي واحد بيرمي المسؤولية على الثاني فما في حد في النهاية لما أنا أرمي عليك أنت مسؤولية وأنت ترمي عليه مسؤولية وأنت تقول ما عندي فرضا أنا كإدارة ما عندي موارد تمام أنا وزارة التعليم العالي ما في موارد كافية بعمل حل واحد بسيط جدا بخاطب إدارة الجامعات ما في موارد أو في موارد بالكمية بالمبلغ الفلاني أي إدارة جامعات مفروض تجيب مبتعثين تشوف تخد بالأولية بناء على حسب الفند المتوفر تواصل مع المبتعثين بعد ذلك تخذ قرار يا أخوان الحكاية ما محتاجة تعقيدات تخذ قرار أنا ما بقدر أوفي لك بالتزامي أرجعك أصلا ما في أي تعقيدات أنا شايف الحكاية دي
ارجعك يعني بدل اخليك انت تضطر ترجع ليه؟ ما من البدايه انا اتخذ القرار ده بدل ما اخسر نفسي زمن واخسر نفسي موارد بتاع الدوله لم دي كلها جريمه. ما انا ما شايف التعليق ده الا اكثر من جريمه. المشكله انا ما شايف لها حل قريب. المشكله انه زاد انت كمبتعث هترجع لمنو؟ هترجع لوزاره الجامعات، هترجع لوزاره التعليم العالي، الاثنين ما عندهم دارين يتعاونوا معي في الحل. ارجع لمنو؟ لاعضاء التدريس التانيين غير مبتعثين. اعضاء التدريس المبتعثين اذا قلنا في 100% هم يقول يتحملوا نسبه قول 9% من المسؤوليه. هم للاسف يعني دي ده الوضع الحاصل، ما في التعاون كافي بين اعضاء التدريس في الجامعات، بل ما في تعاون بين المبتعثين من جامعه واحده في قرار واحد او في راي واحد. فللاسف للاسف الصوره هتكون مواصله بنفس الضبابيه، بنفس الشكوى، بنفس اي حاجه. انا ما شايف اي حل غير انه يا اخواننا الجامعات اداراتها تكون قدر المسؤوليه، تتكلم مع مبتعثينها بصوره مباشره، تعكس الصوره دي. نحن انتم مبتعثين محتاجين كم؟ او القرارات اللي كان المفروض تاخذوها كم؟ تشيلها في شبال، تقعد مع وزاره التعليم العالي، يمشوا الاثنين للوزاره الماليه، يقعدوا مع الماليه، الفند اللي عندنا كذا، ما عندنا كذا، يا اخواننا نحن ما بنقدر نلتزم للمبتعثين ديل طوالي، نقطع حسب الاولويه، يا اخواننا ده هتال بتاع موارد بتاع الدوله، ما قصر قروش، انا ما يعني ما قصر قروش، يعني انا مثلا اقعد كذا استنى قروش او 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 قروش ما تجيني ويمكن تجيني وعندي مرتب بصرفه في السودان، ودي يقول لا قصص. انا ما دي ما المشكله الرئيسيه، المشكله الرئيسيه انه للاسف في جريمه بتحصل، اذا غايب بعض الناس المفروض تكون واضحه للجميع انه في جريمه بتحصل للاسف يعني. وارجو ربنا يصلح الحال وشكرا جزيلا. جزاك الف خير يا دكتور عبد الرحمن، وبالعكس نبهتني لحاجات يعني انا صراحه انا بقول دائما هم الاكثر ناس بيقدروا يتكلموا عن قضيتهم، هم اصحاب القضيه يعني. اقول لك ما حكى ظفرك يصير ما حكى جلدك الا ظفرك. فعشان كده يعني بالضبط اذا في الاداره ما قادره توجه او ما قادره تدفع، المفروض يكون في خطاب مباشر للمعنيين، تقول لهم والله احنا بنقدر ندفع عليكم فارجعوا السودان او واصلوا، يعني يكون في يعني اليه معينه، يكون خطاب واضح وما يكون كلام اسفيريا او كلام غير يعني بعدين السيد ما يكون مزول منه. يعني احنا يعني راينا يعني في بالذات في التعليم العالي يعني كلام بيطلع اسفيريا ويهاجم بيطلع اسفيريا برضه انه هم ما كانوا قاصدين كذا، قاصدين حياه فلانيه. يا دكتور احمد في اخونا احمدين هو كان عمل برنامج هو استضافوه فيه فهو شايف كلام يده يعني. انا اديته فرصه الاسك ان ميوت فانا مستنيه يفتح المايك. يعطيك العافيه يا دكتور، الله يحفظك يا رب. دكتور احمد ممكن تفتح المايك واديك الاذن. السلام عليكم، كيف الاخبار؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. السلام دكتور، كيف حالك؟ مبروك الدكتور. دكتور الله يبارك فيك ان شاء الله والعقبه عند البقيه في الظروف الصعبه. امين امين. صراحه الناس متاسفه جدا على الوضع الحاصل ده، ومعليش انا حتى خشيت الحلقه متاخر ويا هو ما اجر المعايش حتى في الويكند، ما عندنا زمن في السودان. لكن الشاهد في الامر انه المساله بجد كل مره ماشي أسوأ وأسوأ، والناس صابره وساكته. وانا من البدايه كنت مع التصعيد الاعلامي لانه عارف انه التصعيد الاعلامي قد ياتي اكله يعني، والمساله بتاعت التنظيم انه نرسل خطابات ونصل للوزاره ونصل لوزاره الماليه. احنا في مساله الخطابات دي وصلنا لرئيس مجلس وبعد ذاك خاطبوا بالعكس لغايه وصلت وزاره التعليم العالي، ووزاره التعليم العالي برضو يا هي نفس كلامها، يا صمتت يا طلعت كلام زي ما قلت ما بيعبر ولا تكلمت عن قضية المبتعثين ولا أولوتهم أي أهمية. تمام، دي واحدة من المشاكل. أنا والله شايف إنه الأساتذة الموجودين في السودان في الجامعات يتخذوا موقف واضح جدا، يعتصموا بس عن الدراسة لغاية عن التدريس لغاية ما يحلوا المشاكل بتاعة المبتعثين. هسه حاليا لما ظهرت المشكلة بتاعة المرتبات بدوا يوصلوا صوتهم، ويعني بدأ يوصلوا صوتهم، وبعد ذاك
الوزارة بدأت تسمع لهم وحيحلوا مشاكلهم الداخلية لأنه هم هنا موجودين حيعملوا حاجة حيعتصموا. عشان كذا يعني في طرق كان يا دكتور، الطرق الصوت توصل من برا السودان بيوصل الصوت جوا، ما في مشكلة. والله هو وصلنا، احنا وصلنا لرئيس مجلس الوزراء يعني اعلى من في الحكومه المدنيه ثاني، ما خلاص ده هو الرئيس. لو كان ثاني في شنو ما فضل لنا في حاجه. يا دكتور بس في حاجه ملاحظ، لا الناس دي يعني ضربوا قاعدتك قبل ما انت تطلع، يعني في المجتمع ادوا صوره، يعني طبعا احنا السودانيين كمجتمع السودان بنشتغل بصراحه، نتكلم بوضوح تماما في اللايف ده، احنا نشتغل بكلام قالوا قلنا تمام. اذا طلعت مقولة عنك تمام انك انت اكس تمام، انت كوز او انت كده، فالزول الثاني بيك في الاضان قبل ما يسمعك تمام. ففي حياه تم يعني كلام عنا يعني احنا حاس الهدف بتاعنا الاساسي. يا ريت لو اي زول فيكم بيقدر يفتح الكاميرا يفتحها، يعني صراحه كده بنتمنى انه اللايف ده كله ما الاوجه يعني كترت، فالناس تعرف الناس المعانيه يعني صراحه، وده السودانيين زينا. أنا طبعاً في السودان وخلصت الدكتورة حديثاً، وعملت حملت كان في حلقة مع أستاذ سلمى لها تحية، موجودة هنا برضو على ما أعتقد في السودانية 24، وطلعت لايف في قناة الزول وبرضو لايف في قناة الزول مرة تانية لما سلمنا الخطاب. يعني معروف لدى الناس، لكن سريعاً كده لأنه أنا ممكن في البيت. أيوة إحنا طبعاً الناس عارفاني، وقد يكون عديد من الناس عارفين خلفيتي شنو يعني. ونحن حتى في لقاءاتنا حاولنا نوضح انه كيف المبتعث يبتعث، وانه كيف يلقى المنحة وعلاقته بالسياسة شنو. يعني انا حتى بفرض يعني سي انه مثلا المبتعثين ديل كانوا كيزان ولا طبعا نظام ولا غيره ولا كده، خلاص وقف ابتعاثهم جيبوا مراجعين، او راجع الابتعاث اعمل خطوه. لكن ما تشر الناس، وقف الناس، يعني الناس ظروفها سيئه جدا، خصوصا في الدول الصعبه، والزمن فيه كورونا وفيه احنا عشنا الواقع ده. انا عشت الواقع ده بصوره سيئه جدا في جنوب افريقيا يعني، والان الناس عايشه الامرين يعني حاجه صعبه. وصراحه في حاجه الناس ما منتبه لها، في دول الشغل فيها ممنوع، انت عندك فيزا بتاعت استدي بيرميشن ما بتقدر تشتغل، دي واحده من المشاكل الكبرى يعني. وبعد ذاك اشتغلت اي شغل بيكون ايليجال. وتاني حاجه الطلبه وقت هم ماشيين شغالين وطالعين لايفات يقروا بتين بيتاهلوا بتين، والله ما اعرف. لكن الدوله لو دي سياستها معناتها التعليم مشكله كبيره جدا. اتمنى انه هي تخط التعليم واحده من اولوياتها، زي ما هي قالت خط واحد من التعليم اساسي بالضبط كده. هو التعليم اساس السلام، التعليم اساس الحريه، التعليم اساس الحياه المدنيه، التعليم اساس كل شيء. فيعني احنا ما يعني ما في زول ممكن يقول التعليم هو ما اساسي، يعني مستحيل الجليزر يقول يتكلم في حاجه اسمها التعليم. فيعني احنا صراحه فما عارف يعني اقول شنو. لكن انت بتتكلم يا استاذ احمد، انت بتقول انت بتقول يا خشمك كمسؤول انه نحن مع التعليم ونحن نجيب مع التعليم وندعم ونسوي، لكن لما تجي للافعال بتكون الافعال على النقيض تماما. هو القضيه احنا بنتكلم عنها أستاذ، خليك من تاثيرات المستقبليه او تاثيرات الانيه شنو. ما هو الدمج ده زي ما بقول خواجات دمج واسدان، الدمج انتهى خلاص، الضرر حصل كويس. يبقى الاشكال كيف ان احنا تمتجات الضرر الجاي ده ما بنقدر نوقفه بنفس العقليه الاداريه الاسي حاليا مسير الامور دي المين بوينت. على فكره دي المين بوينت، احنا لازم نكون واضحين وصريحين وامينين مع روحنا. سنه ما يغارب السنه ونص في نفس القضيه، اذا ما في اي كاباسيتي لحل المشاكل، لا في انستتيوشن كاباسيتي بين الجامعات والوزاره عشان يقدروا يحلوا المشاكل، ولا حتى في ويلنجنس في الوزاره نفسه عشان ما يحل المشكله دي. وهو دي حاجه متعمده، انا اعتقد انها حاجه متعمده، لان انا ممكن اقض الطرف عن حاجه لفتره بسيطه، لكن الناس بيتكلموا وانت اوريدي عارف عندك كل الداتا بتاعت الناس دي، الداير كم،
والمشبتين والحييمتين، دي كلها معلومات موجوده في طرف وزاره التعليم العالي في الاداره العامه للتدريب وبناء القدرات، عندهم القسم متعلق به اي شيء. طيب احنا ما نتكلم عن انهم احنا مش نوريهم، احنا ما نوريهم، احنا بعد دي قصه انه نوريهم دي حتبقى من الهستري، لانهم هم عارفين هو بارت من ال... من يعني من فضيحه اصلا، فضيحه اصلا انت تقول نوريهم، نوريهم شنو الناس اللي طلعوا ما عارفين. ايوه ما هم ما هم قلت لك هم جزء من البروسيس، ما انا بطلع كيف، ما انا بطلع كجزء من البروسيس اللي بيتم في الجامعه، اللي بيمر بالمدير، اللي بيمر كذا، انا ورقي عشان ما افتعس حيصل المدير ولا ما حيصل. اذا اوكي هو عارف انه عنده التعسير، لكن انه هو يا اما ما داري يحل المشكله، يا اما هو متجاهله، يا اما هو قاصد انه يحل المشكله. ودي في حد ذاتها ثلاثه جرائم مركبه، عشان 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 الناس تكون واضحه، جرائم في حق الناس الاسي، جرائم في حق الناس الجايين، جرائم في حق البلد ككل. اذا درينا احنا نخط النقاط فوق الحروف ونكون صريحين وامينين مع نفسنا، المفروض نقول الكلام بالطريقه دي كويس، ما في اي لا ديس ولا انه احنا بنتكلم عن حقوق بيترتب عليها ضياع بتاع ناس، ضياع بتاع مستقبل، ضياع بتاع موارد صرفت، ضياع بتاع مستقبل جاي لناس، وبناء عليه بيحصل هدم، الهدم الممنهج للتعليم العالي ده لحد الان هو مستمر عليه. عشان الناس تتكلم كلام واقعي، بدت اشكالات الابتعاث والحاجات دي تتحلحل، وتحلحلت فعلا في السنين اللي فاتت في زمن الوزيره بروف سميه بقشوه، لكن السياسات رجعت الثاني اسوء مما كان. فاذا انت ما ممكن تستمر بنفس سياساتك دي، وما ممكن انا استمر اني اطالب نفس الاداره ونفس النظام الاداري، انا اطالب بانه يحل لي مشكله هو ما التفت لها لما يغارب السنه ونص، لا يستقيم الموضوع. اذا القصة في أساسها هي واضحة للكل، واضحة للمسؤول، واضحة للمدير، لكن بعد ذلك بيبقى هو ترتيب بتاع priorities بالنسبة له. ليس إلا شايفين الموضوع ده مهم، دارين يحلوا، والله يحلوا ولا يكلف معاهم، والله ما والله أقول لك شيء، أنا الشلب عارفه خلال التواصل بتاع المؤسسات مع بعض البعض، زي ما ذكرت قبل أستاذة سلمى، ممكن المواضيع تحل بكل سهولة، تحل بكل سهولة، والحكومة ممكن ما تدفع ولا قرش، حل عادي جدا. لكن هل هم دايرين؟ I don't think so. بالضبط كده، يعني انت لمست الوتر الحساس. فاحنا طبعا يا جماعه عشان ما نعيد الكلام، اعتقد ان كل النقاط الاساسيه تم ذكرها في اللايف، فاحنا يعني اذا سمحتوا لي اذا ما في اضافه احنا ننهي اللايف، اذا في اضافه ممكن واحد يرفع يده او في احمد تفضل. احمد انا ما عندي اضافه إلا أشكركم، إن شاء الله يا رب تسهل الأمور وزي ما قالوا تيسر الحال والناس أمورها كلها تبقى طيبة. يعني سامحوني زي ما قالوا على قبل انفعلت شوية، ما نكون ده حقايق وانفعل بجد والله. يعني أنا صراحة والله يا دكتور مجتبى أنا ما أعرف، لكن لو خلصنا أنا غايت يعني الكرامة علي ان شاء الله، بس ربنا ييسرها. يعني والله صراحه بجد يعني سماح مكاوي دكتور سماح يعني برضو ما مقصره، يعني كل مره تطلع وهنا يا ربنا يعين اخونا دكتور احمد دين، يعني ما قصر والله، يعني الحمد لله على السلامه وكذا. فان شاء الله يا رب ان شاء الله والله متمنين اخونا يحيى عبده، دكتور يحيى عبده، يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله تتيسر الامور وتسهل الحال والناس ترجع طيبة وتساهم إن شاء الله يا رب نبني البلد ونقف مع أخواننا والله ده المراد. يعني ده الضامرين في نفسنا، ما بتغرينا أصلا دولة ولا بتغرينا قاعدة ولا بتغرينا مال ولا ده ولا ده، يعني بس بغرينا والله إنه الشيء العلم من هنا إن شاء الله أنا مش نوديه لحد ما يصل الواحد لمرحلة إنه رب العالمين ياخذ زي ما قالوا الروح حقه دي والواحد روحه تفيض لبارية. يعني ده الهدف والله، لأن نرجع نقعد مع طلابنا، نقعد معها نطيب ونطيبونا، ناكل الموجودة ونستر بها ونسترونا، والله ده دايرين. أتمنى إنه نسمع، والله أنا بتمنى إنه نسمع كل دكتور وكل مبتعث إنه أخذ حقه، ارتاح، رتب أموره، رتب حاله، الكتب له شغل برا، يعني إن شاء الله موفق يا رب، الما كتب له شغل برا إن شاء الله يا رب يعود سالم وغانم بعياله، والما متزوج يتزوج، والامور ان شاء الله يا رب تمشي طيبه ان شاء الله. يا يحيى عبده احنا طبعا ان شاء الله تستر الامور، يلا في اللهم امين ان شاء الله. ربنا في محمد واحمد اذا شايف رافعين الدينهم.
أنا طبعاً لأني جيت متأخر ما حضرتها من البداية، لكن أشكر كل الناس برضو، دار فرصة أن أشكر الناس الموجودين اللي هو ناضلوا معنا في القضية بصورة كبيرة، سلمى فاروق شايفها موجودة، سلمى صديق وسماح وكل الشباب، ومحمد حفيظ برضو أبو جلفة، وبتمنى أنه برضو بتمنى أنه نوصل رسالة تسلم ونوصل رسالة للنقابات، خصوصا جامعة الخرطوم النقابة الشرعية تكونت وأنا ذاتي عضو فيها، نتمنى أنه النقابات تضع القضية بتاعت التعسيم من أولوياتها، وأعتقد هي وضعها من ضمن الأولويات إن شاء الله، عبر نستطيع أنه نتحصل على حقوق المتعسين ويأخذوا حاجاتهم كافية، ونعتذر لهم بكل الحصل يعني الحاجات اللي حصلت دي، نتمنى التوفيق لكل الناس والشباب إن شاء الله وتعودوا سالمين إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب، وربنا سبحانه يفرج عليكم إن شاء الله في غربتكم. يا جماعة الغربة دي حارة يا والله، حارة شديد، فأنك تكون مقطوع برا بلدك فما تزل بعرف إلا الزور القاعد برا البلد والله، فأنت في البلد هنا زي ما بقول باصيرة يعني بالجود الموجود، فربنا سبحانه يعيدنا. يا دكتور محمد. نعم يا دكتور. إذا في أي إضافة دكتور يحيى، دكتور إذا في أي إضافة عشان ننهي اللايف، إذا في أي إضافة. ما عندي أي إضافة، ربنا يحفظكم ويوفقكم وسامحونا على الإطالة، يا رب موفقين إن شاء الله يا رب يجمعنا. العافية يا رب إن شاء الله. دكتور عبدو، دكتور يحيى عبدو. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني الواحد يكون آسف إنه جاء خش متأخر على الندوة، و نقدم الشكر للمتحدثين ومدير الندوة وكل المشاركين اللي هو يتكلم عن القضية الحساسة المتعلق بالمبتعثين خارج وداخل السودان. وحقيقة أنا دائما قاعد أقول كونه يتكلم عن حاجة أصلا يعني معاش للناس وكده يعني ما يعني زول ما بقدر أقول بسم الله، لكن في النهاية يعني إحنا قدر التحدي يعني ما في إنسان بيقدر شنو يعني من يعني هو بإرادته يضر إنسان يعني، لكن أنا الشيء الظاهر علينا كمبتعثين أنا شايف إنه هو ده نتيجة لخلل أصلا موجود في الـ في الـ في كل المستويات الإدارية يعني. أما مشكلتنا أنا بس بفتكر إنه هو نتيجة للخلل الموجود في النظام كله يعني. ومعليش على انه يعني مثلا الناس عشان ما الكلام يتكرر وكده، كل يعني انا من خلال الزمن اللي حضرته من الندوه يعني كل الناس يعني يكاد يكون تطرقوا للمسائل الاساسيه، وان شاء الله يعني يكون في حل قريب ان شاء الله. والناس يعني انا برضو الحاجه اللي اسمه يعني لولا هذه الازمه والمشكله ما اظن كنا يعني نقول لهم شكرا برضو يعني، خلى الناس تتعرف مع بعض، خلى الناس تقعد تفكر مع بعض في مشكله معينه. ودائما المصايب بقول لك شنو هو اللي هو بيخلي الناس يعني هسه التقارب ده ما نتيجه الا اللي هو المشكله اللي حصل قدامنا ده يعني. وان شاء الله يعني ما وجود الناس مع بعض ان شاء الله نصل لحلول، و ان شاء الله يا رب. ممكن اذا احنا يعني ممكن يعني الناس هاي بتكلم عن المشاكل الخارجيه، لكن ان احنا ذاته لو جينا انترنال للناس قاعد مع بعض ان شاء الله ممكن نستكشف بعض الحلول عشان نجتاز هذه الاقوى. انا ممكن انا ممكن اخاتيه من ضمن الحاجات يعني في النهايه تجربه، والتجارب دائما ما قاعد يعني مثلا يكسر الانسان بقدر ما هو بديه القدره والذخيره اللي بخليه هو يستمر في حياته ان شاء الله. انا هنا طبعا ما يعني الواحد من الحماسه ما يعني لكل ما يعني ما يعني الاسم يحيى عبد بكر عثمان اللي هو مبعوث لكليه الهندسه جامعه الاسكندريه جمهوريه مصر العربيه درجه الدكتوراه في قسم الووتر ريسورس انجينيرنج. جامعه وين من السودان دكتور؟ انا في جامعه نياله، جامعة نيالا الهندسة، جامعة نيالا معروفة لكل الناس اللي هو في ولاية جنوب دارفور.
لا معروفة جدا يا دكتور، معروفة جدا هاي، بس ما سمعتك. جامعة نيالة كلية الهندسة. أيوة احنا طبعا عندنا علاقات بجامعة نيالة، وعندنا علاقات بأساتذة من جامعة الدعين الفاشر. عندنا وفي من جامعة الفاشر، أستاذ جامعة الفاشر هو مشرف معانا في جروب الباحثين السودانيين. عندنا يعني احنا الباحثين السودانيين في كل السودان قاعدة، يعني في إن شاء الله كل السودان، وعما غريب إن شاء الله السودانيين كلهم يكونوا هم باحثين السودانيين، هم الإدارة ذاتها. احنا أول حاجة من يعني بنشكركم في الباحثين السودانيين، لأنكم اللي عملوا لكم ده يا جماعة جزء من حقكم. احنا في احنا ككيان سوداني من حقه يعني الوضع السوداني ده يكون جزء من أغلب المشكلة. فإن شاء الله سبحانه يعني يسهل أن مشاكلكم تتحلى، عما غريب إن شاء الله تفرج. وإحنا يا جماعة بجد سعيدين تمام كل السعادة. إحنا عشان نعرفنا عليكم، لكن مشكلتهم ما سعيدين بها طبعا، سعيدين بس يعني زي ما ذكر دكتور يحيى تعرفنا عليكم، لكن الجزء الثاني ما سعيدين به تماما. فإن شاء الله ربنا سبحانه يجمعنا على الخير إن شاء الله، وإحنا ننهي اللايف ونتحدث فيما بعد. تمام، شكرا جزيلا.